بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، كتاب الصيام: صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا الدليل وما جاء في معناه ذكره المصنف رحمه الله لهذه المسألة التي أجمع العلماء عليها، وأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والأدلة في هذا كثيرة، من حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، وأنه قال: وتصوم رمضان. وكذلك يستدل العلماء بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو محل إجماع من أهل العلم والحمد على المكلف المستطيع. نعم. ولا تجب إلا بشروط، ولا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، والعقل، فلا يجب على مجنون، والبلوغ، فلا يجب على صبي، لما ذكرنا في الصلاة. وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه، لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنه يعاقب على تركه، وهذا حقيقة الواجب والأول المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، رواه أبو داود. ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل. ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة. نعم، الصوم لا يجب إلا بشروط. أولا الإسلام، وقولهم لا يجب أي لا يصح، فالكافر لا يصح منه الصوم، لكن يجب عليه أن يسلم ويجب عليه الصوم، فلو ترك الصوم فهو آثم، ولأنه مخاطب بفروع الشريعة. فلا يجب على كافر معنى أنه لا يصح منه لفقد شرطه وهو الإسلام. ولا مرتد كذلك لا يصح من المرتد، والصحيح أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فإنه لا يلزمه قضاؤه، خلافا للمذهب وقول الشافعي وقول أبي حنيفة ومالك رحمه الله. والعقل، فلا يجب على مجنون، لأن مناط التكليف العقل، وسيأتي رفع القلم عن ثلاثة. المجنون لا تكليف عليه لفقد مناط التكليف، ولو صام فإنه لا يصح. والبلوغ، البلوغ معنى الوجوب، فالمجنون لا يصح منه أصلا، وغير البالغ إن كان مميزا كما سيأتي صح منه، لكن لا يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ذلك، قال الصبي حتى يبلغ، لكن يؤمر به كما سيأتي إذا أطاق ليتمرن عليه. فلا يجب على صبي أيضا لما ذكرنا في الصلاة، لما تقدم في ذكر السبب في هذا، وأن الباب واحد في باب الصوم وباب الصلاة، وهذا أيضا في جميع التكاليف الشرعية إلا الزكاة. الزكاة تجب على الصبي وتجب على المجنون، فلو كان له مال أو كان للصبي مال، لأنه من باب الأحكام الوضعية ليس من باب الأحكام التكليفية. وقال بعض أصحابنا، يعني بعض الحنابلة رحمه الله: يجب على من أطاقه،
الذي يطيق الصوم قالوا يجيب عليه. وذكروا أثرا في هذا من رواية عبد الرحمن ابن أبي لبيبة أنه إذا أطاق صيام ثلاثة أيام أمر بصيام أو وجب عليه صيام شهر رمضان، لكن الحديث هذا لا يصح، رواه عبد الرزاق وهو مرسل وأيضا ضعيف، مرسل ضعيف ليس مرسلا حسب، من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه، ومحمد هذا مجهول، وكذلك ينظر حال أبيه، فالحديث لا يصح. قال: ولأنه يعاقب على تركه، وهذا حقيقة الواجب. المقصود ليس عقاب واجب، إنما من باب الأمر، فيؤمر به. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر، يؤدب عليها ويؤمر بها. فإذا أمر بالصلاة فيؤمر بالصلاة ولا تجب عليه، لكن يؤدب عليها. كذلك الصوم، والأول مثل، وقد يؤدب على ما ليس بواجب من باب الآداب والأخلاق التي يتمرن عليها. والأول المذهب أنه لا يجب، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة، حديث رفع القلم عن ثلاثة رواه أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود عن عائشة، وهو حديث صحيح. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولأنها عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، هذا من جهة المعنى، من جهة المعنى يعني أنه كما أن الحج لا يجب، لكن الحج له شروط غير الشروط المتعلقة بوجوب الصلاة والصوم. وحديثه مرسل، حديث المتقدم، ثم يحمل على تأكيد الندب، يعني لو صح، لو صح كقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هذا القياس فيه نظر، لأن بعضهم لا يسلم هذا القياس، لأن بعض العلم يرى أن غسل الجمعة واجب، والصواب أن يقال إنه لم يدل دليل على وجوب صومه، لأنه غير مكلف، والحديث وارد ضعيف، لكن يؤمر به إذا أطاقه، ويضرب عليه باب الاعتياد كالصلاة، فهم باب الأدب كما قال تقدم في حديث الصلاة. نعم. فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه، لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به، ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي، وإن وجد ذلك منهم في أثناء النهار لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه، وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا. نعم. إذا أسلم الكافر، لو أن كافرا مثلا أسلم في وسط النهار رمضان، مجنون أفاق في وسط نهار رمضان، صبي الساعة الواحدة يكمل 15 سنة مثلا، يعني الآن يعرف الساعة الواحدة مثلا يكمل 15 عاما، يقول: أو بلغ صبي في أثناء الشهر، هذا في أثناء الشهر، لكن أيضا بلوغ في أثناء اليوم لزمهم الصيام. بلغ في أثناء الشهر هذا واضح، لأنه يصوم غدا، هذا لا إشكال فيه، لزمهم صيام، ولذا قال ما يستقبلونه، انظر عباراته رحمه الله، لأن قال ما يستقبلونه، فكأنه يشير إلى أنه نوم، هناك يوم يستدبره، لأنهم صاروا من أهل الخطاب، يعني فيما يستقبل، فيدخلون في الخطاب لأنه مكلف الآن. الكافر غد داخل في صيام بلا خلاف، المجنون داخل غد في صيام بلا خلاف إذا أدركه. قال: ولا يلزمهم قضاء ما مضى، ما مضى لا يلزمهم قضاؤه، الأيام التي أسلم في وسط الشهر، بلغ في وسط الشهر، أفاق المجنون في وسط الشهر، لا يلزم قضاء ما مضى، لأنه مضى قبل التكليف فلا يلزم قضاء كرمضان الماضي، كرمضان الذي مضى. وإن وجد ذلك منهم، ولهذا هذه مسألة أخرى، وإن وجد ذلك منهم في أثناء النهار، هو يتكلم عن الأيام الماضية
المسألة الثانية وجد في أثناء النهار. هو يسأل يقول طيب الآن علمنا أن ما مضى 10 أيام مضت أو 15 يوم هذه مضت لا يقضيها أحد منهم، لكن اليوم أسلم وسط النهار، أفاق وسط النهار، بلغ وسط النهار، يقول لزمهم إمساك بقيته، خلاص يمسك من الآن من الساعة واحدة حتى الأذان يمسك، لأنه شهد الشهر، ومن شهد منكم الشهر فليصم، شهد وهو مكلف، وقضاؤه يقضي هذا اليوم، وعنه لا يلزمهم ذلك. عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا اليوم أيضا هذا اليوم لا يلزمهم قضاؤه، لا يلزمهم لأنه لم يكلف إلا من الآن، وعنه لا يلزمهم ذلك، يعني لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، لازم إمساك وبقية، وعنه لا يلزمهم ذلك، لأن من أكل أول النهار أكل آخره، لماذا يمسك؟ هذا لا يعتبر صوم. إنسان قال بصوم نصف يوم يصح؟ إيه؟ هل يصح؟ قال نذرت أن أصوم من صلاة الظهر إلى غروبه، يصح النذر هذا؟ لأن جزءه ليس جزء عبادة، يعني من قواعد الشرع أن ما كان جزءه جزء عبادة فإن هذا يصح نذره، وما كان جزءه ليس جزء عبادة لا يصح، بخلاف الصدقة. الصدقة تتصدق في الصاع واجب، صاع الفطرة، وقد تتصدق بمد جزءه جزء عبادة، لكن هذا ليس جزءه جزء عبادة، وعنه لا يلزمهم ذلك، وهذا قول كثير من أهل العلم، بل ظاهر قول الجمهور، لأنه نهار أبيح لهم فطره فطر أوله ظاهرا وباطنا، هذا قياس صحيح، أبيح لهم فطره ظاهرا وباطنا، ومن أكل أول النهار أكل آخر، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم هم أهل القياس، يقول ابن مسعود فيما صح عنه من أكل أول النهار أكل آخره، وهذا هو القياس الصحيح، لا يلزم إمساك ولا قضاء، وله أن يفطر هذا اليوم، بل إنه لا يخاطب به. نعم. فلم يلزمهم إمساك. هنا مسألة، أفاق المجنون يدخل في المجنون المغمي عليه، العلماء ألحقوا بالمجنون المغمي عليه، ما افترق، لو أن إنسان أغمي عليه من قبل صلاة الفجر وأفاق بعد غروب الشمس هل يصح صومه؟ جمهور العلماء لا يصح صومه، لا يصح صومه ويلزمه القضاء. ذهب المزني واختاره صاحب الفائق من ابن قاضي الجبل إلى أنه لا قضاء عليه، إذا نوى الصوم، إنسان نوى الصوم في الليل فأغمي عليه قبل الفجر فاستفاق بعد غروب الشمس يقول لا قضاء عليه. الجمهور الأئمة الأربعة قالوا عليه القضاء، يقضي، لأنه ما نوى، والله عز وجل يقول حديث قدسي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وشهوته من أجلي، وهذا ما أفاق. طيب ألا يكون حكم حكم النائم؟ إنسان نام قبل صلاة الفجر واستيقظ بعد غروب الشمس، إيش حكم صومه؟ ها؟ صحيح. طيب ما استيقظ، ما نوى، أو نوى قبل ذلك، طيب ما استيقظ في النهار، إذن نقول النوم ليس كاليوم، لا نلحقه، لا نلحقه به، لأن النائم إذا أيقظناه يستيقظ، والمغمي عليه إذا أيقظناه لا يستيقظ، لا يستيقظ، وهو نوع مرض. فقالوا فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى فيقضي. ألحق أيضا الجمهور ما يقع في هذا العصر من عمليات التخدير، إنسان دخل العملية قبل صلاة الفجر خدر ولم يستفق إلا في وسط الليل، ايش حكم صومه؟ الجمهور يقولون يقضي، وقالوا إنه أولى من المغمي عليه، لأن المغمي عليه الإغماء بغير اختياره، وصاحب البنج باختياره، صاحب البنج باختياره، أيضا البنج في الغالب أنه يكون وقت قليل وقد يصفو، لكن لو صحى في أثناء النهار
وافق ولو لحظة قبل غروب الشمس صح صومه، بشرط أن يكون نوى. كذلك المغمي عليه لو صح أو أفاق في أثناء النهار ولو لحظة بشرط أن يكون قد نوى صح صومه، صح صومه. لكن قول من قال، قول من قال إنه إذا نوى المغمي عليه مثلا أو صاحب البنج، هذا قول اختار بعض العلم وقالوا يصح صومه، هذا قول قوي، لكن الأحوق هو القضاء. وبعض العلم كما تقدم يرى أن صومه صحيح إذا نوى، إذا نوى نعم. فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر، ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه. لم يدركوا وقت العبادة ما يمكن التلبس بها فيه. العبادة ما هي؟ العبادة من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فلا يتلبس بهذه العبادة، فلم يتلبس بالعبادة. والآن هو مثلا أسلم وسط النهار، بلغ وسط النهار، هل يمكن أن يصوم؟ ما يمكن يصوم، لأن الصوم يكون ماذا؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو الصيام. فلو مثلا بلغ في وسط النهار ما يقال صام، ما يقال صيام هذا. ولهذا قال لأنهم لم يدركوا وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه. هذا يريد أن يفرق بينه وبين الصلاة. الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، لأن الصلاة لا تستغرق الوقت كله، الصلاة لا تستغرق الوقت كله. ولهذا لو أدرك إنسان من العصر ركعة، لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس، بلغ الصبي قبل غروب الشمس، لزمته العصر والتزم الظهر بخلاف، لأن وقت الظهر، لأن وقت الصلاة لا يستغرق الوقت كله، إنما بعض الوقت، بخلاف الصوم فإنه من غروب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. قال رحمه الله: فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا. وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة، ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار. هذا فيه نظر، هل يلزم الإمساك لحرمة رمضان؟ بعضهم يقول يلزم الإمساك لحرمة رمضان، ليس صياما لكن يمسك لحرمة الصوم، كما لو قامت البينة في أثناء النهار. لكن قياس هذا فيه نظر، لأن ثبوت البينة في أثناء النهار لتوه ثبت الصوم، قبل ذلك لا صوم. أما بلوغه في أثناء النهار هذه مسألة أخرى، هذه لأن الصوم كان واجب، الصوم قد ثبت قبل ذلك ودخل الشهر قبل ذلك، أما هذه فلم يثبت الشهر. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لو لم يعلم الناس الشهر، لو فرض أنه لم يثبت عندهم دخول الشهر إلا وسط النهار، يمسكون من تلك اللحظة ولا يقضون. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه، والجمهور على أنهم يمسكون ويقضون، جمهور العلماء على أنهم يمسكون ويقضون. نعم. وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه، رواية واحدة. ما الفرق بين هذه المسألة؟ يقول هنا وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام الصوم، رواية واحدة. يقول بلغ وهو صائم، وسبق أنه يقول وعنه لا يلزمهم، ودخل في كلام الصبي إذا بلغ، وهنا يقول يلزمه لزمه إتمام الصوم رواية واحدة الصبي. شو الفرق بين المسألتين؟ فهمتم المسألتين؟ يقول في المسألة الأولى إذا بلغ الصبي في أثناء النهار هل يلزمه الصوم؟ في المذهب روايتان، الرواية الأخرى لا يلزمه، لا يلزمه الإمساك. يقول وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام الصوم، رواية واحدة ما فيها خلاف. فهمتم المسألتين؟ ما الفرق بينهما؟
يعني عندنا صبيان بلغ الساعة الواحدة، بلغ الساعة الواحدة، أحدهما قلنا له يجب عليك إتمام الصوم، رواية واحدة، وأحدهما قلنا لا يجب عليك الصوم على الرواية الثانية. هذا الصبي الذي قلنا يجب عليه إتمام الصوم كان صائم من أول النهار، ابتدع الصوم، هو صائم في الأصل، ففي أثناء النهار بلغ، وهذا الصبي كان مفطر ثم بلغ. هذا الصبي المفطر فيه رواية أنه لا يلزمه إتمام الصوم لأنه أكل أول النهار، من أكل أول النهار أكل آخرة. الصبي الثاني كان صائم لكن صومه في أول النهار نفل ولا فرض؟ نفل، يلزمه الإتمام ولا ما يلزمه؟ على المذهب يلزمه رواية واحدة، لكن على الصحيح لا يلزمه، لأن له أن يأكل، لأن له أن يأكل، له أن يأكل، وصومه نفل، ولو أكل أفضل من نهار لا عتب عليه، لكن يؤمر به ليعتاده. تضح الفرق بينهما؟ نعم. وإن بلغ الصبي، قال رحمه الله: وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة. شوف الإشارة، رواية واحدة إشارة للمسألة اللي قبلها التي فيها روايتان. نعم. لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، اللي صار من الوجوب وهو صائم. نعم. كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. لو أنك أنت شرعت في صوم التطوع، شرع البالغ أنت كنت صائم يوم الاثنين ثم قلت لله علي أن أتم صيام هذا اليوم، يجب عليك، قالوا يجب عليك أن تتم صومه وإن كان صوم نفل لأنك نذرت بقية اليوم، لكن هذا قياس مع الفارق، هذا بالغ، هذا ابتدع الصوم وهو بالغ، وهذا ابتدع الصوم وهو غير بالغ، مع المسألة هذه فيها بحث فيما يظهر الله أعلم وفيها خلاف. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه لذلك. وقال أبو الخطاب: يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا يلزمه القضاء ولا يلزمه قضاء الصلاة. إنسان صبي شرع في صلاة الظهر مع الإمام مثلا، شرع مع صلاته، بعد ما صلى ركعة، الركعة الثانية أو الثانية، هذا الصبي بلغ، يعني نفرض مثلا أنه صلى الساعة واحدة أو غيرها، مثلا صلى ركعتين، بعدما صلى ركعتين ساعة واحدة ودقيقة أكمل 15 عاما. الآن قالوا إذا بلغ في أثنائها هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ صوم لا يجب عليه إعادة الصلاة، حتى ولو لم يبلغ، لو انصبي مثلا صلى أول الوقت الساعة، يعني أو بعد الأذان مثلا مباشرة الساعة مثلا، يعني مثل هنا 12:30 مثلا، صلى قبل أن يبلغ، وبلغه الساعة الواحدة، صلى الظهر الساعة 12:30 وبلغ الساعة الواحدة في وقت الظهر، هل تلزم إعادة الظهر؟ لا تلزم إعادة الظهر. لماذا؟ لأنه أدى ما أمر به. لو لم يصلي قلنا صلي، وجب عليك الصلاة لأنك أدركت وقتا من الصلاة يمكنك أن تصلي فيه. ما دمت صليت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة في يوم مرتين، وهذه نافية للجنس تشمل كل صلاة. من أراد يعيد الصلاة مرتين نقول شو الدليل عليه؟ يقول أن صبي صلى أو صبية صلت وهي غير بالغة ثم بلغت بعد ذلك، يقال: لا صلاة في يوم مرتين. نقف على هذا الفصل، بارك الله.